وهاد الزياده اللي زادوا حنا ديما الزياده المواطن ضروري غادي يزيدها، يعني ضروري عليه، راه الخدمه والعمل كيتسنى ضروري غادي يزيد، يعني ديك الزياده من المواطن ما كيقدرش، حيت المواطن واحد باغي يزيد واحد ما باغيش يزيد، يعني هادشي راه ديما حنا مولفين الزياده، بنادم باغي يخدم وغادي يمشي لخدمته هذا خصو يخلص ذاك اجباري عليه. الرسوم هاد الزياده؟ اش غنقول لك، ما حنا كنزيدو صافي، ما يعني حنا كالوقت اللي كتكون الزياده كنزيدو، يعني الخدمه ديالنا ما كتسمحش لينا، الا ما مول الطاكسي ماشي بنادم فاهم كامل، يعني مول الطاكسي خصك تزيدو، يعني الا ما زدتيش واحد باغي يمشي، يعني بنادم خصو ما نفهمش شي باغي يزيد شي ما باغيش يزيدو، هذا هو اللي كاين. الزياده بغيتوها ولا ما بغيتوهاش؟ ولكن شكون اللي غيكون ما باغيناش ضروري، ما باغيناش بيان سور ما باغيناش، وانما راه ضروري خصك تزيد، يعني مول الطاكسي غيقول لك زيدني ولا ما تمشيش. حنا راه مدورين زيد على الشيفور، زيد عليه تقريبا 50 60 درهم في النهار، شكون غادي يعطي علينا حنايا؟ ها؟ يقول لي اربعه الزيادات راه 50 حتى 60 درهم في النهار. حنا شحال زدنا؟ زدنا 10 ريال. ها؟ هذه زياده عندكم؟ وعلاش ما مشيتش عند عدمان؟ طاكسي ما عنده لا قانون لا استحمل طاكسي، ما كاينش شي سي تسعيره ديال الطاكسي نورمالمون. طاكسي حنايا الحريف اللي كنعرفو 3.5 درهم الكيلومتر، الا جيتي تحسبها 10 كيلومتر 700 درهم، حنا ما زدنا والو. هادي هاد التسعيره ديالها راه من الاخر ديال الستينات السبعينات، اما هاد تنقول لك انا في السبعينات الاخر ديال الستينات كاينه الطريفه هادي 3.50 درهم الكيلومتر، وحسب ليها شحال 10 كيلومتر. يلاه قول لي اسم زياده زدنا، حنا ما زدنا والو، حنا راه مزيد علينا حنا. هاد الزياده اللي السوش خطات شويه على الزياده في المازوت، واش غتزيد شحال؟ غتزاد 15 درهم 20 درهم في النهار، هي زايده علينا 50 60 درهم، راه بزاف. وبالنسبه للمساله ديال الكريمه والمساله ديال تغيير السيارات، واش غادي نقول لك الكريمه راه عندنا مالين الفلوس الكريم، حنا ما عندنا والو، حنا كاين اللي ضارب 25 30 عام ما عنده حتى شي حاجه، ما عندناش باش يخلص الكره، واللي لاباس عليه راه اللي عنده 10 الكريم ولاباس عليهم، كاين اللي كيزر ولده بكريمه، حنا شكون عرفنا حنا؟ قانون تيقول لك الانسان الا وصل الا فات 20 عام عنده الحق باش ياخذ كريمه، فين هي؟ كاين شي حاجه؟ كاين والو. وبالنسبه لتغيير السياره لوجي والاخرى المرسيدس؟ واخا راه مالين الطوموبيلات مالين الكريم مالين غادي يبدلو، حنا ما عندنا، حنا خدامه ما عندنا باش غنبدلو، حنا اش غنبدلو؟ يعني المهنيين مصدرين؟ لا شيفور 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 واكل العصا، شيفور واكل العصا بالمعقول، قلت لك الزياده راه مزيد علينا والله الا خص فيها بلا 50 حتى 60 درهم في النهار، راه بزاف. بالنسبه للزياده في التسعيره، حنا رافضينها رفض تام لانه غير قانونيه، ولكن بالنسبه للشيفور كيقول لك ملي كنشوفوا الشيفور كيقول لك اودي حنا ضرينا تزاد عندنا المازوط هذه وزيادوا ما تزادش شي حاجه اللي بزاف، لانه الناس كان عندهم حق يزيدوا، لانه كاين المسافه اللي خاصها تزاد، لان كاينه تقريبا الطريفه راه معروفه اللي كاينه 5 4 دراموس وكاينه 5 درهم وكاينه 6 دراموس. حنا بالنسبه للمسافه اللي كاينه عندنا هنا من سيدي معروف اللي كنخدموا عليها الطريفه راه ما مزيوداش، الامور غاده مزيانه. التاثير ديال الزياده ديال المازوت؟ الزياده تزادت على الناس تقريبا واحد 80 درهم في النهار تقريبا ديال الغازوال اللي تزادت ولا 90 درهم على حساب الخدمه اللي كيخدم في 24 ساعه. سمعتي؟ الجوده ديال الخدمات كتوصل للمهني للبلاصه ديالو، ما كاين لا مشاكل لا والو، الامور راه مزيان، الطوموبيل الانسان خصو ينقيها، كتوصل لي بانه الطوموبيل خصها تكون نقيه، خصو يكون نقي، خص الامور كلها تكون مزيانه. الطاكسي خاصو يوصل المواطن في الراحه ديالو. واش جوج بلايص لقدام واربعه اللور واش كتضمن الراحه؟ جوج بلايص لقدام واربعه البلايص اللور راه ما كتضمنش الراحه ديال المواطن، حنا ما كرهناش تكون عندنا شي تغيير الاسطول، تغيير الاسطول يكون في المستوى اللي غادي يخدم لنا لابلاس، ماشي بالنسبه للناس ديال السياحه، الناس ديال السياحه راه بوحدهم، حنا كنهضروا على لابلاس، بالنسبه للست البلايص راه بزاف على الطاكسي، بزاف على الكرون طاكسي في الدار البيضاء. حنا بالنسبه لتغيير الاسطول حنا ما عطاوناش شي دعم اللي هو كافينا. حنا مع تجديد الاسطول حنا كنطالبوا باسم النقابه المغربيه لمهني النقل، كنطالبوا بتجديد الاسطول، ولكن السيارة اللي جابوا لنا ماشي في المستوى، وتا داك الدعم اللي عطاونا ما كافيناش، لانه خاصنا شي دعم باش، لانه بنادم عنده الكريم عنده رخصه
عنده رخصه ديال الكريمه اللي الرخصه ديال المأذونيه كيخلصها، والزياده ديال بزاف المصاريف وداك الشيء صعيب عليه باش يخلص تريته ويخلص حتى الكريدي ديال الطوموبيل. حنا ما كرهناش يديروا لنا شي طوموبيل اللي فيها المواصفات اللي غتخدم سياره الاجره، طوموبيل تكون فيها المواصفات اللي غتهز وما تعنقش الركاب شي طالع وشي هابط، تكون فيها ستات البلايص اللي عندنا في لاسيرونس يكونوا مرتاحين مريحين بالسانتور ديالهم بكل شيء، حنا ما عندناش مشكل، حنا كنطالبوا بهذا الشيء. مرحبا. شحال من السياره اللي معنيه في المغرب؟ تقريبا كاينه شي 65000 سياره الاجره من الصين في الاول، والبتي طاكسي ما عنديش على شي معلومه كثيره، الدار البيضاء تقريبا فيها شي 8000 وشي حاجه.